تجيب شخصية زي شخصية بنت مجذوب اللي تتحدث عن الجنس بهذه الطريقة المباشرة الواضحة، فكانت صدمة. نظرة الإسلاميين للفن ظهر قبحها في تلك الفترة من 89 لغاية تقريباً بداية الألفية الجديدة، كانت هذه حقبة رديئة جداً، وكان الطيب صالح هو أكثر من ألقيت عليه القاذورات لأنه كان الاسم الأشهر. كل من يعيش في الغرية ويتجاوز 50 سنة المجتمع يديه الحق في أن يتحدث حتى بغير اللائق من الكلام. تعبير أن الطيب صالح عمل العقدة يعني بيبدو كأنه مدين أو بيتهم الطيب صالح بشيء، لكن إذا فهمناه أنه هناك عقدة عند الكتاب السودانيين اسمها الطيب صالح، فقد تكون الإجابة بنعم. أظن أننا سنحتاج إلى وقت كبير جدا إلى حتى يأتي آخر يستطيع أن يكتب بأسلوب أفضل مما كتب بأسلوب الطيب عبد الله. ما كان يخطر في بالي أن أكون كاتبا، فالكتابة جاءت عندي بمحض الصدفة. الطيب صالح نشأ قرويا في قرية في شمال السودان اسمها كرمكول، عاش في الخرطوم فترة ولكنه لم يستطع أن يكون مدنيا بمعنى الانتقال من القرية إلى المدينة. عاش في المدينة بكل ما تعني كلمة تربال من معنى، وكلمة تربال عندنا تعني المزارع البسيط، أنه أصلا ينتمي إلى قبيلة زراعية في الأساس تعيش على تخوم النيل. لذلك نجد أن هذه القبيلة لديها لين ودعة غريبة جدا. هذه القبيلة ككل ومنها الطيب التي منها الطيب صالح هي قبيلة تحسن الغناء وتحسن الشعر وتحسن استخدام الكلمة والتعبير والوصف، لذلك لم يكن غريبا أن يكون منها أتى الطيب صالح. عطشت قلبي كل يوم فيه.